سيادتي، نختتم هذا الحفل الجليل بكلمة من المرحوم. يعيش المرحوم، يعيش المرحوم، يحيى الفقيه، يحيى الفقيه. متشكر متشكر متشكر. والآن أنساتي في ذاتي تنطق، أنا أشكركم من صميم فؤادي على حفلة التأبين الجميلة دي، كما وأشكر صديقي الأستاذ عزرائيل على إنه ما خدش المسألة جد. أنتم تعرفوا كويس أوي إن أنا أمن أنا وزميلي الأستاذ لطيف عبد الرمان إلى مجاهل أفريقيا من شركة الأنباء الطازجة التي تأتيكم بالأخبار بعد حدوثها بساعة واحدة، وأحيانا قبل حدوثها بثلاثة أيام. مستشكر مستشكر مستشكر. لقد قمنا برحلة صحافية أخلاقية أدبية علمية رياضية انتحارية. لماذا؟ لكي نخدم الرأي العام. وإذ كان هذا سيداتي أنساتي سادتي، بلاش بقى النوح ده والنبي عشان بدي أكلم الصديق الحميم لطيف. صديق الذي سلامات حبيبي. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. انت ازاي يا بني ادم تسيبني ببطن التمساح وتنك ماشي؟ ايوه، مش لازم يفضل واحد مننا عشان يحتفل بذكرى الثاني ويعمل له حفله تأبين جميله زي دي؟ ايوه عندك حق. يا سلام يا لطيف، اهدي كنفك. تعرف يا استاذ انك بوظت لنا الحفله يا خسرت القصيده. هو التمساح ما كلكش ليه يا اخي؟ كلك سيد قشطه اعور. انا لما نزلت ببطن التمساح وبصيت لقيت عمليه الهضم ابتدت تشتغل، اعمل ايه؟ اقول لك الحق، خف. رحت مولع كل اللمط بتاعت مكنه التصوير، اطلوا مكب ويظهر كان عيني واخد شربه فزح. لا وديني قدامكم اهو. يسقط التمساح، يسقط التمساح، ويعيش الفقير، ويعيش الفقير. لا سرتك يا سبا. تعمل ايه يا خفيف؟ بحط جزماتيك يا اخي بتعايد. حط جزماتيك، جزء لميع، جزء امريكاني، بس المهم تخلص بسرعه لاحسن الاستاذ بهلول قاعد على نار. بهلول؟ والله وحشني وحشني وحشني. وازيه؟ زي الزفت. احسن الحمد لله. ليه؟ اصل يا سيدي شركه الانباء الساخنه سبقانه اليومين دول في الاخبار، وعشان كده الاستاذ بهلول هيتجنن. لماذا؟ شوف، انت ربنا بعتك في الوقت المناسب. ليه؟ اما اعترنا على حته موضوع هيهز البلد كلها. لازم وقعته على زلزال. لا اكتر من كده بكتير. شوف يا سيدي. ايه يا سيدي؟ عصابه رهيبه بتهرب الذهب والمجوهرات خارج البلد. الحكايه عاوزه شويه حنجله عشان نكشفهم. نحن هنا. وبعد كده هتشوف يا حبيبي مجد مجد مجد. حق ابن شركه الانباء الساخنه هتبرد من الكسوف. طب ده ايه؟ طب يا اخي مش تفهمني ايه الحكايه الاول؟ هقول لك في السكه، يمكن الحيطان ليها ودان. تعالى الحيطان ليها ودان. ليه؟ احنا ساكنين في منخل. يلا بينا قدامي على الاستاذ بهلول. الله لله يا محسنين لله، عاجز وفائد النظر يا اهل الله لله، الهي ما يحرمك من ضناك ابدا لله. خد يا نور. اهلا وسهلا يا لطيف، ربنا يجعل بيتك عمار يا اخي. وده مين كمان؟ الله، محسوبك نور. الهي ما يحرمك من نور عينيك. انت تبقى مين يا اخي؟ انا قول له ده زميلي خفيف. خفيف اللي كاله التمساح؟ اه. الحمد لله على سلامة التمساح يا سي خفيف. ازاي الصحة يا اخي؟ الله يا صباح الخير يا استاذ محمود. لطيف حب الرمان، فين المواد؟ فين الاخبار؟ فين الاحداث؟ فين فين؟ انا لسه واصل دلوقتي من حفل تأبين المرحوم. المرحوم المحروم، احنا هنا احياء عايزين انباء انباء. الاستاذ خفيف الله يرحمه، حضرتك كنت بتعزه قبل وفاته، وقعت من طولك لما جالك خبره. خبره خبره، احنا نشرناه وابرزناه. خساره.
خفيفه بالقطايف زي عندك. اربط لسانك على الكلمات دي، نحن هنا احياء ريوح الانباء الانباء الانباء. الله الله استاذ بهلول، استاذ بهلول، كده الراجل اغمى عليه، احنا مش متفقين نقول الخبر بالتدريج؟ ايوه تدريج، بس انا سامع حكايه العلاوه دي ما قدرتش احوش نفسي بره. استاذ بهلول انا خفيفه بالقطايف، استاذ بهلول قوم وراك امضاءات وراك مصايب سودا وعلاوات علاوات علاوات. بهلول مش عاوز انا اصحي لك ابوك. هتعمل ايه؟ الحته دي فيها قطن، عاوزين حاجه ثانيه. ايوه حلوه دي، يخرب الراجل فاق. انا فين؟ انت فين؟ انت في مكتبك وعلى كرسيك النبي حرفك. انا نسيت نفسي. لا انسى كل حاجه ما عدا العلاوه. ابو القطايف. ايوه معقول؟ ايوه معقول، بلحم وشحم وبقه كمان. انت عايش؟ عايش يا فندم ومنتظر العلاوه. تعالى تعالى احكي لي وحدثني. أيوة. واطلعني. أيوة. التمساح 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 يا فندم. ايوه في واحد اسمه شاهين بيسال على حضرتك. طيب خليه يستناني في اوضه المكتب، انا جاي له حالا. ده هو مين؟ الشخص اللي كان بيشتغل في عصابه التهريب، دلوقتي جاي يبيع لنا اسرار. اشتريها اشتريها اشتريها. ايوه بس ده مغلواني وطالب كتير. كتير قليل قليل كتير زي بعضه. المهم مش عايز شركه الانباء الساخنه تسبقنا بحاجه بعد النهارده ابدا ابدا ابدا. امرك يلا خفيف. ايوه جاي جاي جاي، ما تنساش العلاوه العلاوه العلاوه. اهلا وسهلا استاذ شهين. استاذ شهين يا دهور تنسوق يا دهور. هتقول له ده مين؟ ده مين خلاص؟ تسميلي الاستاذ خفيف ابو القطايف المصور الصحفي الشهير. شهره ما تهمنيش، انا يهمني الامان. امان يا لالا لي امان، بس اعمل معروف شيل المتنايل اللي في ايدك ده بجيبك عشان ياخد دكان. انت جيت في معادك مظبوط. كله عندي مظبوط، واللي ما يظبطش معايا يظبطه الكفن. ده مفهومه بس. ده مفهوم بكل شدة. هنتكلم قدام ابو المقاطف ده؟ ايوه. ايه ابو المقاطف؟ لا ارجوك انا ما اسميش ابو المقاطف، اسمي ابو القطايف. ابو القطايف انت حضرتك ما بتاكلنيش في رمضان؟ احنا دايما مع بعض. ما تقراش حضرتك عنا لطيف وخفيف. خفيف رغيف انا ما يهمنيش، اللي يهمني الضبط والربط ما يلبسنيش، والا باظت التوضيبه. ما تخافش من جهه الحكايه دي، اطمن. نتكلم بقى في الموضوع. الموضوع مفهومه مدروس، هبيع لكم مظروف فيه اوراق واسامي ومستندات تمسكوا بيها مجرمين وتنصفوا مساكين. والمظروف ده موجود دلوقتي؟ لا جاهز وتحت الطلب، انما مستني اللي يعرف قيمته. طيب وقيمته كام كده بالصلاه على النبي؟ التسعيره معروفه 1000 جنيه. 1000 جنيه؟ يا نهار، مش ولا بد 1000 جنيه كده حتى واحده؟ لا عدتين. 500 يندفعوا مقدما من غير لا وصل ولا امضاء. حلو. وال 500 التانيين يندفعوا عند الاستلام والتاكد. عجبكم على كده؟ عن اذنك. عجبنا. بس لازم تفهم حضرتك ان المبلغ مش بسيط ويلزمنا مهله للتفكير. طبعا، لان حضرتك تعرف ان احنا بنطبع جرايد مش بنك نوت. اديكم مهله بس على شرط. اشرط تدوني مفتاح شقتكم عشان اما احب اتصل بيكم ابقى اتصل بيكم وانا في الامان. ايه مفتاح الشقه كمان؟ كله متصان، انا راجل عندي ضمير متيقظ. متيقظ؟ عن اذنك. انا اخي عمري ما شفت حرامي ابدا ضميره متيقظ. طب نعمل ايه؟ نديله المفتاح ولا ايه؟ يا سيدي يمكن ضميره ستيقظ. اديهولي. قال يا سيدي المفتاح، بس ده ما يمنعش ان احنا برضو عاوزين مهله للتفكير. عندكم تفكروا من دلوقتي لحد الليل، ان وافقتم سيبوا كباريه بليله كل واحد في صدره ورده حمراء مدهزها، مفيش ورده احمر هفهم ان المساله طلعت فشوش، وهسلمكم المفتاح. السلام ورحمه الله. ايد عندك الليله كباريه بليله. والنبي ده انا نفسي اكلها من زمان. تعرف يا خفيف؟ ها؟ انا متهيألي الكباريه ده وكر العصابه. يا نهار اسكت. لله يا محسنين، لله ثواب والخير لله. من فطر صائم له اجر دايم، هنيه لك يا بص للصوره دي كويس. تفتكر ده يبقى مين؟ والله ما حصلليش الشرف بمعرفته. لا ازاي؟ انت مش فاكر حادثه الطياره اللي وقعت واتحرقت بعد ما قامت من المطار بثلث ساعه؟ الكلام ده قبل وفاتي في اوغندا. تمام، صح.
صاحبنا ده كان من ضمن الركاب اللي اتحرقوا فيها. يا نهار بص فيه كويس. يا نهار اسكت، يكونش ده المليونير بتاع مصانع الصابون؟ مظبوط، منصور ابو رغوه. وازاي بتقول انك ما تعرفوش؟ والله انا سمعت عنه وغسلت بيه، انما ما شفتوش ولا شميت ريحته. منصور ابو رغوه ده تحت ستار مصنع الصابون كان متزاعم عصابه خطيره لتهريب الاموال والمجوهرات، والتهريب ده كان بيتم عن طريق مكاتبه ومعاملاته في الخارج، والظاهر انه اشتم بعض تصرفات خوفته، علشان كده جمع كل المستندات والاوراق وحاول يهرب بالطياره اللي اتحرقت. وهكذا داب ابو رغوه. ايوه، لكن الظاهر ان لسه افراد العصابه مستمرين في نشاطهم الجهنمي. شاهين يعرف عنهم كل شيء، وديك سمعت بودنك انه مستعد يكشفهم واحد واحد. اه، ويلطش 1000 جنيه، وهتجيب منين ال 1000 جنيه دول يا سلطان؟ ما تخافش، الاستاذ بهلول مستعد لدفع اي مبلغ مقابل اننا نخرج بموضوع يهز البلد قبل ما تطلع بيه شركه الانباء الساخنه. كده؟ يعني الليله هنسهر في كباريه بليله جريا وراء المجد المجد المجد. اطمن، حضر نفسك الليله لسهره ممتعه. اوكي. ايوه بس ما تنساش. ايه؟ حضر كمان وردتين حمر. ايوه ما تنساش. ايه؟ ويكونوا مزهزهين. سرها بقى البطاطين. اوعي اتحركي، اوقف يا مطرحك. يا ساتر يا ساتر، دي واقفه على شعري. دي ردت على كتفي. ايه اللي على كتفي؟ ما تجيبيش رقبتك ناحيه، خليها ناحيه ثانيه. طيب. بينها بينها نحله ثانيه. نحله ثانيه؟ ما تخافيش يا مرمودين، تمكي اعصابك. انا حضرتك. طيب. حمض عليك، حمض عليك كويس. قفشتها قفشتها. متشكرة. انت انقذتني. دي كانت شهاده. ايه العفو يا مرمودين. النحلة دي جتني ازاي؟ النحل دايما يقع على الحلم. انا مش عارفه اشكرك ازاي. ده واجب يا مدمصير، والواجب لازم يأديه اي راجل شهم. ياه، ده انا كنت حدوث. على فكره يا مدمصير، ممكن اعزمك على كاس صغير كده من غير تكليف، ايه رايك؟ متاسف، انا ما بقعدش في الصرف. رفاعي مدمصير، مدمصير مدمصير افندم. الظاهر النحله رجعت على كتفك اهي تاني. لا دي حسنه. انت كلك حسنات. متشكر. طيب ممكن تزودي حسنه كمان لله وتيجي ترقصي معايا الرقصه دي؟ ها؟ متاسف، سبق قلت لك اني ما بقعدش في الصاله ولا برقص مع حد. اروار. واحد اتنين يا اخوان، انت نفسك مفتوحه قوي وشاهين لغايه دلوقتي لسه ما جاش. ما تقلقش، زمانه جاي. زمانه جاي ايه؟ ده ما فيش نمره دلوقتي في الكباريه، خلاص كله قلب. حتى لولو مش هترقص تاني. لولو انت وقعت؟ اه. وهي بترقص بتتلوى زي التعبين، بيتهيألي ان عندها مطر. انا هقوم اشوفها. تروح فين؟ انت نسيت ان عندنا امر مهم. مش مهم ولا حاجه، لان شاهين مش جاي، مش جاي. حكايتنا طلعت على فشوش. يلا بينا اعمل معروف عشان بقى هروح على جد. يلا بينا يا سيدي. Thank you.
يعني فيها ايه يا اخي لو سمعت كلامي وكنا روحنا بدري؟ ادي احنا قعدنا لغايه التشطيب وسنيله شاهين ما جاش. ادي احنا عملنا اللي علينا وخلاص. ايوه عندك حق. والان 16 نوم مع النفاس فورا. لا لا يا لطيف. ايه مالك؟ في ايه؟ ما تتكلم خلاص ليه؟ خلاص. ايه ده؟ لا انا. لقيتي؟ ايوه انا نور. اهلا وسهلا. ازيك يا اختي؟ انا عرفتك. ودي اللي جابك انت؟ الله بتحبيني؟ لا. قولي ايه؟ الورد اللي كان مزهزه على صدرك يا خفيف. لا انا اللي خفيف ده، هو اللي اسمه لطيف.